قال الشاعر: لها الله الشدائد كل خير فقد عرفت فيها صديقي من عدوي. وفي هذه اللحظات لبوادي يظهرون معدنهم الأصيل، لبوادي يظهرون أنهم رجال، لبوادي يظهرون أنهم أحرار، لبوادي يظهرون أنهم لا يشترون لا بمال ولا بمنصب، لبوادي يرسلون رسالة للعالم أجمع أن مصر ستظل حرة أبية. وفي مقدمتها عمد ومشايخ القبائل العربية. لقد هرشنا النظام الفارس، وهي منارته العلمية. لقد قلل من شأننا الأزهر الشريف هنا الذي ينبع فيه الوسطية الإسلامية. لقد وضعنا خارج التاريخ. يبين أن هذه القبائل العربية هي التي أتت مع. أتعرفون لماذا؟ هم هؤلاء الذين بقوا في مصر. لأن آبائكم ومواطنيها الأجلاء وأجدادكم يريدون لكل العالم هم الذين رحلوا من جزيرة العرب هنا في مصر ونشروا الإسلام في العالم أجمع. والإيمان ومصر ومن هنا فإنه يتحدى كل حر، ولكن إن ربك لبالمرصاد. فأنتم أحفاد من؟ الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي. أنتم أحفاد أحمد رابي أكثر من مرة وعمر المختار أو سواء وعبد القادر المقراني وبمشيئة الله تعالى أصدقاء وأحباب الدكتور محمد مرسي. من قال أننا ليس لدينا رموز؟ لو عمقنا النظر في الساحة المصرية بأكملها، وإنما هذه رؤيتنا وهي 90 مليون نسمة، ستجدون أن الإخوات لا يقلون عن 20 مليون نسمة. من بينهم أعظم الكتاب والمفكرين والشعراء والعلماء والمخترعين، وما أحمد بزوير ببعيد عن هذا. إخواني الأعزاء، نحن لا نمر بمرحلة عادية، نحن نمر بأن نكون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة أفاضل أبناء القبائل العربية حياكم الله ومرحبا بكم. والآن مع كلمة ابن مصر العزيز الرئيس مصر القادم إن شاء الله الدكتور محمد مرسي. انتماء حقيقي
وبحب وتواصل، لأن البذور عندما تلتقي والقلوب عندما تلتقي في الله تحب بعضها بعضا، لا لدنيا ولا لمصلحة، وإنما حسبة لله من أجل الوطن، من أجل مصر. أقول عندما نلتقي هكذا فإن اللقاء ذو شجون. أهل مصر الكرام، قبائل العربية المستقرة، نسيج المجتمع المصري، أنتوا كلكم عارفين يعني إيه عربية، يعني إيه قبلية، قبائل، يعني إيه عائلات، ويعني إيه بذور، يعني إيه تاريخ، يعني مبدأ. نعم، أنا فرحان لأن الإجابة كده جدا والله، يعني أغلبني إجابة أخي الحبيب الكريم عن كلام تجدد. عشان كده